احنا العلاقات في المغرب حلوه، يقدر يشرد ديالك ويبقى يبغيك. واو واو واو، شنو كنديروا للحب حنايا؟ بما انك انت سيد درتي شحال من مره في نواد الجسم، عاد نشوفوا قوي من بعد. هو الجسم ما كاينش. صافا بخير، وما دوك اليوم جينا في فيديو شطح. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي لاحظتو شحال هادي. واحد النهار درنا واحد الاخبار تافهه ودوينا شويه على امي نعيمه. دوينا شويه مهم نعيمه ماشي امي نعيمه، دوشات لراجلها بطبيعه الحال. ما دويتش بزاف، مابغيتش نتعمق انايا، عطيتها حق واحد شويه وانا ندوز ندور في حالي. دازت واحد المده قصيره عاوتاني تخرج واحد اخرى كدوش لراجلها، ما عرفتش شنو هادشي. انا ولا في يوتيوب قلت صافي بلا ما نصدع راسي معاهم نديرو شي فيديو. اليوم ليش لعبه بحالك؟ مؤخرا كنت سيركل في يوتيوب مع عليا ما بيا مكونصادره في حياتي، طلع لي واحد ختنا واحد اخرى تي كدوش في يوتيوب. واش نتوما يوتيوب ولا عندكم حمام بلدي ولا شنو؟ الناس راه عندهم حمامات في ديورهم كيدوشوا فيهم، نتوما جيتو اليوتيوب بديتو كدوشوا لينا. هاد ختنا اللي خرجت هي الاخرانيه كدوش، كانت بالطريقه الصحيحه اللي غسل الجنابه بالنسبه للنساء والرجال، فهمتي؟ دخلت ديك الرجال باش يدخلوا يتفرجوا الرجال. المهم نخليو هاد الفيديو الاخراني، نمشيو نشوفو امي نعيم اللي ما عطيناهاش حقها ديك النهار. تبارك الله المتتبعين، في درتو لاباس عليكم، كيف بقيتو؟ كنداري مع الصحيحه. هذه هي مهم نعيمه، وهذا هو راجل، ما نقدرش نقول راجل، مرات نعيمه. المهم هذا هو الوصف اللي خاصني نعرف، حيت الرجله راه رجله، راه رجله، راه كلمه كبيره، ما يمكنش نقول راجل، فهمتي؟ مهم نعيمه ومراتها. سير اخالتي نعيمه كملي. دابا راني في الحمام، راني في الحمام ديال الدار. قلت لك الحمام ديال دارهم، ويلي، هل انت ناوي دير الحمام عمومي؟ اصلا هو مش راجل هادي. خرج هاد الفيديو على الفيديوهات، غادي ندوبو شي حاجة. خرج على الطاقة. خرج على الطاقة. هاد الفيديو شحال من واحد يقدر يكون شافو فيكم، ولكن انا ما عطيتوش حقه بالرجولة، انا راه طليت ونرجع في حالي صافي. ولكن دابا بالي بنادم ولا كيدوش في يوشيم، نشوف هاد التدويش ديالهم في يوشيم. لا اسكت سكوت العبلي، سكوت العبلي، انا كنغسل لك وتنظف لك وانت شوفوا عينيكم يقدروا يضروكم دابا، ولكن يسمحوا لي بغينا نشوفوا التدويج ديالهم كيدير. حاجه وحده اللي بقى لكم ما درتوهاش هنا هي تمشيو تشوريونا كيفاش كتقضيو الليل ديالكم، زعما شنو كتاكلوا. المهم انا ما وي صبري، شكون دغيا نقصو في السطح؟ تكلمو، شفتي غسلتي لي راسو نتوما دوزو، شتي لاخر يبقى مسخ ولا كيفاش؟ كتغسل نتا الفوق، راكم فاهمين الدوش بالغلط، حنا ملي كندخلو كندوشو كندوشو كامل، ماشي كنغسلو راسنا ولا شي حاجة. أمهم نعيمة قال لي تنغسل. أنا قلت لكم الرجل صحيح يا معلم، حيد عليا هادشي. هو ما فيها بس أن الراجل يعاون مرتو في أي حاجة كيف ما كان، طياب غسل موان في أي حاجة، غير هو باش دير الفيديو بهاد الطريقة وتبينو بهاد الطريقة، فهمتي؟ وكنحس بحال النفس مابقاتش عندو. ما الكرامة، الكرامة فينا يا أخي. نمشيو لواحد خدنا واحد أخرى تاهي يا سيدي، قالت بغات تدوش لراجلها. السلام عليكم خوتي المغاربة. وعليكم السلام اخويا السنغالي، ماشي مغاربه حنا يا اخويا، تخرج لينا مغاربه اخويا، غادي نبدل حبات لاكارت ناسيونال. انا دايرين لاباس عليكم، تحيه لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن. كيستغرب من كيقولوا هاد العباد داخل الوطن وخارج الوطن، اودي فقسونا غير هنايا، علاش تخرجوا لينا هادشي خارج الوطن اخويا؟ ملي كنديروا هاد الوصفه وكندوش يعني كتبقى داخل، هي راه كتبقى الجسم ولكن كتخرج، كتدخل الجسم ديالك باش يحفظك الله من تقاب وتقوي الجسم، وكتستعد باش تدخل عند المرأة مزيان. سمعت شنو قال؟ كيقوي الجسم وكتستعد باش تدخل عند المرأة مزيان، كيفاش عمي؟ كيفاش؟ حنا كنا بغينا ندخلو زعما نشوفو كيفاش كدوش في يوتيوب، تبا وليتي باغا تدخلو. ملي كدير هاد الوصفة هذا كيعطيك واحد نكهة داخل الجسم، يعني كيقوي. غادي لي الغث في الجسم ديالو كتقول لي كيقوي، انت اش غادي يقوي انت واخا ضرب البروتين فين المهم علاش كنقول بحال هكا؟ ما كنتمناش، انا كنقولها للحقيقة. خليني ساكت في خباركم، راه هاد خونا راه هو اللي صان قاعد خطنا في واحد الفيديو، وهاد خونا هما اللي قالوا عليه الجرائد شحال هادي شرق الاخر اللعيبة ديال هاد خطنا بالماس شرقها لها والله. ودابا راه عندنا حنا العلاقات في المغرب حلوين، يقدر يشرق لك ويبقى يبغيك. واو واو واو، شنو كنديروا للحب؟
وكنال، وكنتمنى منكم باش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. كنتمنى منا باش نبارطاجيو. تخيل معايا انت دابا تدخل هذا الفيديو غادي يقول لك واحد بارطاجي، شنو نبارطاجي؟ واحد كيدوش في يوتيوب، واش هادشي اللي بغيت نبارطاجي انا بحال ما عمرنا ما دوشنا حنا. وصفارة خطيرة، عرفتي راه كتشرب الجسم، عرفتي راه كيقوي الجسم. الرجال اللي ما عمرو ما دار هذه الوصفة هذه يحاول يدير بحالها ورجع لي الخبر. دابا هو بغى يوصل لنا بلي راه فاش كيدير هاد الوصفة هادي. بما انك انت سيد درتيها شحال من مرة، فين هو هاد الجسم؟ عاد نشوفو قوي من بعد. هو الجسم ما كاينش. كار عيط دابا على الزواج. شحال واحد. ها هو تعرى علينا كاع، ولكن نعاود نسولك فين هو الجسم؟ وبسكي باش ما نوصلش لنا حاجة. على خور. ها. ولا شي حاجه عرفتي بالرب. شوفي شي واحد مساكن في المغرب تيقول هادو ميتين بالجوع، هادو كتخربقوا علينا هادشي كيدير القوه. واش من قوه صاحبي انت يا صاحبي؟ كول كول، عطاه الزيت لهاد الخبز وشوف القوه كيدايره. عطيني القوه. اه ودا ودا القوه اللي كدير. عرفتي المصريين يجيو عندنا ويشوفوك انت يا عمي والله تيقولوا فرعون يلا حيا ولا شي لعبه بحال هكا. عندك الفورمه ديال فرعون. نحيدو من هاد عمي هذا اللي عنده الجسم قوي. نمشيو عند ديك خطنا اللي قالت لك نعلمكم كيفاش توضاو الوضوء الكبير. السلام عليكم. الكبدات ديالي لاباس عليكم؟ كتعاودو مزيان كلشي على امان الله. دابا هذا غادي تورينا الطريقه الصحيحه باش نتوضاو الوضوء الكبير. ما على بالاش باللي دخلوا الرجال لهذا الفيديو ده غادي يهرسوا الوضوء، الوضوء الصغير والوضوء الكبير غادي يهرسوا كلشي. المار غادي يرسو عبهم انتيا معاك. دابا المشكلة ديال هادو كاملين اللي دوزتهم في هاد الفيديو كلهم عندهم الولاد. تاد خطنا عندها الولاد، هاديك مهم ناعمة عندها الولاد، هاد خطنا اللي دوزتها دابا شويتي عندها الولاد. يعني كيفاش؟ واش نتوما ما كتقولوش مع راسكم بلي راه هادوك الولاد غادي يكبروا وغادي يشوفوا هادشي من بعد؟ لا والو ناشفة. هاد خطنا بالضبط دابا تخيلي معايا انتيا ولدك يكبر فلاج يشوفك انتيا كتورينا حنايا كيفاش نغسلوا الوضوء الكبير. المهم الخوص بقاو معايا نوريكم طريقة ديال الغسيل وتحيد الجنابة عليكم. طريقة الغسيل يعني باش تتوضا وتصلي بحال حنايا ما كناش كنصليو وما كناش كنغسلو حنايا. تجي انتيا غادي تدخلينا الاسلام دابا انتيا غتورينا كيفاش نتوضاو وداكشي. بهادشي هذا انتيا راه تخرجي بنادم من الاسلام انتيا. ما فهمتش كيفاش كيعطيكم خاطركم ديروا بحال هاد البلانات والله ما فهمت. انا حشمت في بلاصه وحق الرب نكون انا ولدك والله تمشي للحاله المدنيه نشرك حبه ديك الصفحه ديالي انا. واش هادشي كامل كديروا على قبل الفلوس؟ راه ما يمكنش اصاحبي، واخا يكونوا الفلوس راه كتشرح حرام وحرام وحرام وحرام. هاي هاي على السيدة كتفرق ما بين الحرام والحلال. وهادشي اللي كديري انت شنو بالك فيه زعما مباح؟ دابا شي طارة تقيم كاس البلاصة وكيتفرج في هاد الفيديو وكيضحك. واحد الكومونتير كاتبة ليها بصراحة الرجولة شي حاجة مهمة في الحياة. راه ماشي أي تشوها وحدة مجوجة يعني راه عندها راجل، لا راه كاين اللي مجوج بمرأة بحال مهم ناعمة بحال هاد خطنا هادي اللي مجوجة بفرعون، فرعون نقولو بعدا، وبحال هاد خطنا اللي باغا تورينا كيفاش تغسلو الوضوء الكبير. إلا كان راجلك مخليك بحال هكا قولي ليه سير بغرق ولا سير موت. المهم الخوت حبسونا ونتمنى حتى شي واحد ما يبقى يدوش في يوتيوب. الله يرضي عليكم. الله يوتيوب ديال الفيديوهات ها كنا شي حاجة ضحك ولا معلومات ولا شي حاجة. الله يرضي عليكم. هنا غادي يكون آخر ديال الفيديو هذا. ما تنساوش ديرو جيم الأبونا فلاشة الحمراء شو اللي بيضا بطبيعة الحال. أبوني حمراء شو اللي أبوني بيضا. ما تنساوش تفلاو في راسكم. بيس تشلاو تشلاو تشلاو.